بتاعه اه اه انا قريت خبر انه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اه اه لم يشارك في اجتماعات النهارده الاتحاد الافريقي بسبب اه اه يعني الحاله الصحيه كنت في النادي الاهلي النهارده والتقيت بالنجم الكبير كابتن محمود الخطيب ما عجبتنيش مشيته بصراحه كده يعني مشيه مش حلوه زي الاول كده وقفت اتكلمت معاه شويه لان انا بحب اقول لكم الموضوع من مصدره يعني سالته ايه الاخبار؟ قال لي انه راح للدكتور اللي عمل العمليه كان موجود في احدى مستشفيات القوات المسلحه في الاسكندريه. وانه اللي حصل انه هناك نتوء حدث ونتج عنه الام مبرحه جديده. مش العمليه القديمه نتوء جديد. فنتج عنه الام قريبة الشبه من الألام القديمة يعني إيه اللي قاله له الدكتور عشان برضو تبقى القصة واضحة لحضراتكم كابتن خطيب بعد ثلاثة أيام هياخد حقنة في حقنة جديدة طالعة الحقنة دي بتغلف أنا بقول لكم اللي قاله الكابتن خطيب يعني بتغلف الإصابة أو الحتة المصابة وبتقلل بشدة من حجم الألم بيصبروا عليها ثلاث شهور ويشوفوا آآ آآ تأثيرها ايه اذا جابت نتيجة ايجابية يبقى الحمد لله اذا ما جابتش سيخضع الكابتن محمود الخطيب للجراحة هتبقى رقم خمسة حتى قالها لي بيضحك قلت طيب انت بتضحك قال طب ايه الحمد لله على كل شيء تبقى الجراحة رقم خمسة كل التحية للكابتن محمود الخطيب وكل الدعوات بالشفاء ليه ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله هو آه بيمارس عمله النهارده في النادي الاهلي قعد فتره طويله جدا آه بيمارس آه عمله وشغله داخل النادي الحقيقه وفي حاله الحقيقه من الهدوء ومن السعاده بين الاعضاء نادي في حاله هدوء وحاله سكون حاله احترام كده وحاجه جميله بصراحه يعني تدخل كده تشعر إن انك يعني آه داخل حاجه جميله يعني و كابتن الخطيب واقف والاعضاء رايحين وجايين والدنيا كلها ولا حد بيضرب تعظيم سلام ولا حد عادي كل الاولاد والناس والرجاله والشباب والكبار وكل الناس يعني كان واقف مع الاستاذ محمد مرجان او العميد محمد مرجان مدير النادي فضل معاه من حتى المكتب لحد البوابه عشان برضو بيتكلموا في بعض الامور الخاصه بالنادي يعني عموما كل التمنيات بالشفاء للكابتن محمود الخطيب الكلام ده بقول لكم ده حوار بيني وبين كابتن محمود الخطيب حصل الساعة 8 الا ربع كده يعني من حوالي 3 ساعات ونص يعني